حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم من جديد وحلقه جديده. اليوم راح نتسولف احنا وياكم في موضوع جميل والموضوع المميز اللي احنا اليوم لو تكلمنا فيه الى بكره ما راح نوفي حق هذا الموضوع. الموضوع اللي راح نتكلم عنه ان شاء الله عن الام. كلنا نعرف انه فضل الام كبير علينا. الام تسهر وتتعب وتربينا وتعلمنا. الام مدرسه. اليوم راح اترك السواليف كلها للمشاركين معانا البنات والاولاد اللي حضروا علشان عندهم مشاركات كثيره كلهم جاهزينها عن الام وعن فضل الام. بس قبل ما نتعرف على موضوع حلقتنا وايش السواليف اللي مجهزين نتعرف على الموجودين معانا ونتعرف عليهم على فريق البنات. تفضل يا اسد تعرف عليك. ابوي ناصر محمد. حياك الله. جوانا ناصر محمد. نعم. انتم بتوأم ولا خوات بس؟ خوات. خوات ما شاء الله. يعطيكم العافيه. وش اسمك؟ رؤى. ها؟ رؤى. رؤى ما شاء الله عليها جايه اليوم ومعها دبله، بس ما ادري وش ذا الدبله اللي معها وش وضع الدبله. خلاص ترى هذه الدبله حقت صغار ستار. اي احد يلبس هذه الدبله معناته انه معنا على طول في صغار ستار. حصري موقعين مع عقد حصري. خلاص؟ ايش بتقدمين لنا في صغار ستار انت؟ كنت ايه؟ قالت تقول خذي خلصني، قالت تقول اعطيني اياه، بعدين قالت تقول لحقتي انا. حلو كويس. وانت تعرف عليك؟ شو اسمك؟ كثير. اهلا وسهلا. حياك الله. سلطان قرني. يا مرحب. حياكم الله. فارس قرني. حياكم الله. اليوم احنا موضوعنا عن الام، ويمكن كلكم تعرفون انه فضل الام كبير صح؟ والواجب علينا احنا انه دائما نكون متواصلين مع الام بشكل اكبر، نسمع كلام امهاتنا، نطيع امهاتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالام. يا سلام عليكم. انا ابغى من يقول لي فضل الام او يتكلم بكلام عن الام. تفضل. انت عندك قصايد شيء؟ انا عندي. عندك؟ تفضل يلا. ان الام مو بس اليوم ان انا يوم الام ان نعطيها الحب والهديه حقتها. حلو. كل العمر نعطيها روحنا ونعطيها حياتنا. يا سلام. يعني معناته انه احنا ما نخصص يوم نقول هذا يوم الام، كل الايام امنا وكل الايام ابونا عشان كمان ما يزعل علينا ابونا ولا يزعل علينا ابوكم، صح ولا لا؟ فاحنا اليوم نقول كل الايام امنا، يعني لو تكلمنا اليوم وبكره وبعده ما نوفي بحق الام. والام لها فضل كبير لما تتعبين او تتعب تسهر عليكم، لما انت يعني تحتاج انت مساعده الام اكيد دائما تكون قريبه منكم. يعني الام خلينا نقول هي نبع الحنان، صح؟ احنا اليوم لما بنتكلم عن الام ومساحه الام كبيره، فانا ابغى كل واحد يعلق. تفضل. اول شيء الرسول وصى بالام عليه الصلاه والسلام. احنا لما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم نكمل نقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الجنه تحت اقدام الامهات. يا سلام. امك ثم من؟ ثم ابوك. يا سلام عليكم. حلو. وانت يا عسل ايش تعرف عن الام؟ مثلا تقوم للمدارس. يا سلام. صلح لك عصيد. تجهز العشاء. صلح لك ايش اسمه مشلتت ولا عندكم مشلتت؟ دغابيس. ها دغابيس. الله على الدغابيس. ايش كمان؟ فك يا رجال عندك مره قال قصايد، الحين راحت القصايد راحت السواليف كلها. وانت يا عسل ايش تعرفين عن فضل الام؟ تعطينا اكل. تعطينا اكل، اهم شيء الاكل عندكم انتم بس. قاعد يقول تعطينا اكل. ايوه. تقومنا الصباح. تقومكم الصباح. نعطي هدايا. تعطون هدايا. الله. من الام هذه اللي ما شاء الله كل صبح تعطيك هديه؟ سلفوني اياها هذه الام دي. يوم واحد. مو يوم واحد بس ابغى اقوم كل يوم تعطيني هديه. وش بعد؟ تعطينا عادي. يعني احنا لازم نذكر الشيء الجميل في الام، انه هذا الموضوع يتكلم عن الام صح؟ الاب اذا شاف ولده يعني سوى حادث عادي، لكن الام لا. اي الام تصيح وتبكي. اي وتخاف عليك. أيه. صح ولا لا؟ لكن الاب عادي ما هي مشكله. الاب عادي ما هي مشكله. شلون الاب عادي؟ كذا يزعلنا الحين الاباء يزعلون علينا. يعني شلون الاب عادي؟ الاب يعني ما يفكر فيكم؟ الام تفكر. الام تفكر والاب ما يفكر؟ مو مره. هم الوالدين احنا دائما بعد كمان ديننا حثنا انه احنا نطيع والدينا بشكل عام. بر الوالدين. وبر الوالدين يعني الام والاب كمان، مو احنا نقول اكيد الاب يفكر. بالوالدين احسانا. ايوه بالوالدين احسانا. الأب يفكر ويكون معك، لكن بعض الأحيان يعني ما يحسسك مرة يعني إنه خايف عليك كثير، لكن هو من داخله خايف عليك. بس الأم عشان عندها مشاعر ما شاء الله. حنان. ها؟ حنان. وحنان كثير. إيه. هذا جاه النوم ذي. تبغى تنامين؟
ها انت متى صاحيه من النوم؟ غرفتي. في غرفتك، حلو. غرفه حقتك متى، انت متى صحيتي اقصد من النوم؟ نظفتها. نظفتيها؟ حطيت الدبدوب. حطيت الدبدوب. حطيت المخدة. حطيت المخدة. بردانة. ايه؟ سرحت البردانة وكذا. ايه، وش بعد؟ حطيت الفستان. حطيت الجاكيت. الجاكيت. الجاكيت قصده، حلو. والوايت أمنت تحطيت على الفستان الوايت. فستان الوايت. لا يا حول، انتم عرضتوا هذا الدبله وكل شوي قاعد تدورها. ضاعت الدبله؟ ايوه. يقولون انت عندك مشاركات، وش المشاركه اللي عندك اليوم؟ اوف، لا 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 لا، دبله ثانيه. هذا كيف؟ شوف. لحظه لحظه، هذه دبله ثانيه، انت شو السالفه؟ انت تبيعين دبل ولا؟ والله شوف، والله شوف، ماما اللي سوت تبين قاعد تحط تقريبا كبر علي. صغير علي، كانت كنت صغير علي وكذا. عشان كذا يعني. طيب خلينا نشوف فقرة أخبار صغار ستار ونرجع لكم بعد الفقرة، خليكم ويانا يعني.